أنا موظف لـ 27 سنة بهذه الوزارة، لأول مرة نألف عناية حكومية لملف الكهرباء بهذا الشكل. يعني بعد ما عندكم عذر؟ أنا أتكلم عن محطات صيانتها، جاهزيتها، طاقتها، هذا الجزء المتعلق بها. زين أنا مكملهن وأريد غاز حتى أشغلهن. لكن عندك تصريح قبل فترة قلت إحنا بهذا الصيف راح نوصل لـ20 ساعة تجهيز. اليوم أنت بس تخاطب المواطنين ترشيد قال لك يا وين الكهرباء حتى أرشد. موضوع الربط الخليجي وعندكم أيضا ربط مع الأردن، وين وصلتوا بيه وش راح يضيف للطاقة؟ باكر دول الخليج السبعة تريد تصدر كهرباء، تريد تعبرها إلى تركيا، تريد تعبرها إلى أوروبا. خطوط النقل العراقية راح تلعب هذا الدور. مشكلة الكهرباء بالعراق مشكلة سياسية؟ احنا ماشيين صح، عربتنا خليناها على السكة، نحتاج الدعم.